السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. بداية دعنا أن نتحدث عن انكماش غير متوقع وتاريخي ربما للاقتصاد الياباني والذي تجاوز فيه نسب 27% على أساس سنوي. رائد، هل تعتقد أن الأسوأ قد مر على الاقتصاد وهل سنشهد ربما تعافي مع دخولنا إلى النصف الثاني من عام 2020؟ للأسف الشديد الاقتصاد الياباني يهوي للربع الثالث في الانكماش بالنسبة للقراءة المفضلة للنمو وهي الناتج المحلي الإجمالي. نحن عندنا ثلاث أرباع متتالية من الانكماش، أي أن الاقتصاد يفقد من ناتجه المحلي الإجمالي، وآخر انكماش وكان ب 7.8%. طبعا إذا بدنا نحسب سنة فمن سنة نحن الربع الثالث من العام 2019 كان لدينا نمو صفري، أي لا يوجد أي نمو. إذن يعاني الاقتصاد الياباني الذي كان همه الأساسي هو الاستهلاك المحلي المتراجع والطلب الداخلي الضعيف بشكل كبير، يعاني مع أزمة كورونا بشكل أكبر وأكبر، ويتوسع نطاق الانكماش في هذا الاقتصاد. من المتوقع بشكل كبير أن يبقى الاقتصاد الياباني تحت هذه الضغوطات، خصوصا أنه نلاحظ أنه تعرضوا للموجة الثانية من كورونا فيروس بالنسبة لليابان آثارها السلبية أكبر، لأن عدد الحالات والإصابات ازدادت بشكل أكبر وتعدت الذروة في الموجة الأولى، بالتالي من المتوقع أن يكون الأثر أكبر في الفترة القادمة على الاقتصاد الياباني. حقيقة الاقتصاد الياباني على الرغم من كل السياسات التيسيرية التي قام بضخها فعلا تحسن عنا مؤشر مؤشر المديرين المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية ولقطاع الخدمات، ولكنهما لا يزالان في مستويات الأربعينات وهي بعيدة عن مستويات 50 الفاصلة ما بين الانكماش والتوسع، أي لا يزال يظهر الاقتصاد الياباني حتى بعد التعافي، المحاولة السريعة للتعافي من الموجة الأولى، ضغط كبير على الاقتصاد، والمؤشرات كلها تدل على انكماش مستمر وقد يكون متفاقم لفترة أطول. الأزمة في الانكماش هي استمرارية هذا الانكماش بشكل أكثر من أنه يكون ضرر الانكماش. العديد من الاقتصادات تمر في ربع أو ربعين أو حتى عام كامل من الانكماش وتعود للتعافي مجددا. الآن نكرر ما حدث بالضبط عام 2008 بالنسبة للاقتصاد الياباني، يتكرر مرة أخرى ثلاثة أرباع متتالية من التراجع، لنرى الربع الرابع ممكن أن يحاول على الأقل أن يعود إلى المستويات الصفرية. نعم. طيب في هذه الأثناء أيضا عم نراقب الذهب، يعني يمكن رائد، وبعد تراجع حاد شفناه خلال الأسبوع الماضي بعد ما شفنا عودة الارتفاعات على عوائد السندات الأمريكية، هل ممكن نرجع نشوف موجة من الارتفاعات من جديد تعود للذهب خلال الفترة الحالية؟ يعني اليوم ممكن أن يكون لدينا موجة صاعدة، ممكن جدا بعد محاولات الضغط التي شاهدها الذهب للعودة والارتداد من القاع الذي وصل إليه تقريبا عند 1920 بعد أن سجل قمة تاريخية عند 2000 وقرابة 74، الآن عند مستويات 1956 يحاول الذهب ويناور الذهب لإمكانية أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات. يعني صحيح هو صعد من 1860 يعني، لكن عودته بالارتداد بلا يقل عن 80 إلى 100 دولار تقريبا بالاتجاه الصاعد هي تحفز أن يحاول الوصول على الأقل إلى اختبار مستويات 1975 وصولا إلى مستويات 1990، ولكن هناك ضغط عام بالاتجاه الهابط مثل ما ذكرت، عوائد السندات الأمريكية التي بدأت بالتحسن الارتفاع، الوضع العودة للوضع الطبيعي في بالنسبة للسندات الأمريكية التي استحقاق عام واستحقاق عامين بدأ يعود المنحنى الخاص بها للوضع الطبيعي، أمد 10 سنوات عوائد السندات لعشر سنوات أيضا ترتفع من مستويات ما دون 55 أو 0.55 إلى ما فوق 0.70، هذه إشارات إيجابية ساعدت على ضخ الإيجابية بالنسبة للسندات الأمريكية وجاذبيتها على حساب الذهب وسببت الانخفاض، بالتالي قوة الدولار الأمريكي بكلمات أبسط من ذلك هي التي سببت ضعف وتراجع في الدولار في الذهب، نظرا لوجود الفرصة البديلة الخالية من المخاطرة وفي نفس الوقت التي تدر عائد. نعم.
نعم رائد، بالنسبة لشاهدنا كذلك ارتدادة لأسعار الخامات بالنسبة لخام النفط سواء برنت أو WTI مع عودة التأهب أو تأهب الصين لزيادة وارداتها من الولايات المتحدة، هذا الزخم هل سنشهده على مدى طويل بالنسبة لأسعار الخامات أم أنه مجرد مؤقت مع هذه الأخبار حول أسواق النفط؟ الأزمة الحقيقية المرتبطة بأسعار النفط هي مرتبطة بشكل أساسي بمعادلة الأساسية وهي العرض مقابل الطلب. لدينا وفرة في المعروض والطلب الذي لا يزال يتراجع أو ينضغط بالاتجاه الهابط عند 35 مليون برميل يوميا، تقبع الطلبات العالمية في حين المعروض لا يزال قرابة أو يناهز 100 مليون برميل. إذن لدينا فائض ولدينا هذه الفجوة لا تزال مستمرة وموجودة، وفي ظل تهديدات أكبر على الطلب العالمي ممكن أن تكون هذه الأزمة التي نشهدها حاليا مستمرة أكثر. ما يحصل على أسعار النفط من ارتدادات هي كانت بفعل يعني نوعا ما ضعف الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة والآمال الإيجابية بأن يكون هناك انفتاحات في الفترة القادمة، وخصوصا أنه في عنا يعني حديث عن لقاح روسي وبعض الانفراجات، وهذا سبب نوعا ما الموجة الإيجابية في السندات أو عفوا في الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وبالتالي التوجه نحو النفط نظرا لتوقع ارتفاعات في الطلب. ولكن على الأرض الواقع على الفعل حتى الآن لم يتحسن الطلب بالشكل المطلوب، وبالتالي ذلك يزيد من الضغط على أسعار النفط، وأعتقد مستويات الأربعين دولار للبرميل قد يعني يرزح عندها فترة ممتدة بعض الشيء سعر البرميل نظرا لوجود الضغوط على الطلب بالاتجاه الهابط. نعم أيضا يمكن عم نراقب الدولار رائد، يعني شفنا تأجيل خطة الإنفاق بالنسبة للولايات المتحدة، عم نراقب يمكن اليوم البيانات التي ستصدر من إمباير ستيت حول القطاع الصناعي الأمريكي، كيف تحركات الذهب شايفينها على المدى المتوسط، وأيضا بعد بيانات التضخم اللي أشارت لنوع من الارتفاع لحدود 16%. تماما، نحن اللي لفت انتباهنا بأداء الدولار الأمريكي أو سبب ارتفاع الدولار الأمريكي هو ارتقاء أسعار أو عوائد السندات الأمريكية إلى ما فوق مستويات 0.6% وهي المناهضة للتضخم اللي هو عند 0.6%. إذا كان عندنا عوائد السندات أعلى من مستويات التضخم، إذا هناك إيجابية وهناك إمكانية أن يكون هناك تحسن في الدولار الأمريكي نظرا وجود الطلب عليه في ظل الأزمة التي نوجد فيها حاليا. هذا شرط أن يكون أنه عندنا كوفيد-19 موجود، هناك قلق من المستقبل، أين المستثمر يتجه إلى الذهب أم يتجه إلى السندات الأمريكية؟ من يوفر له ملاذا من التضخم سوف يقوم بالاتجاه إليه. الآن عادت السندات الأمريكية عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق مستويات 0.70، وأيضا بعض السندات الأخرى الأقصر مدة عند 5 سنوات أيضا فوق مستويات 0.6. إذن بدأ هناك نوع من التوجه نحو الدولار الأمريكي وهذا سبب الارتفاع في الفترة الحالية، ولكن هذا مرتبط بشكل كبير بأن يكون هناك استدامة في التعافي بالبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحسن مضطرد في الفترة القادمة حتى يكون هناك نوعا ما يعني خروج من أزمة السندات أو عوائد السندات المتراجعة والدولار الأمريكي المتأزم. في الآونة الحالية ممكن جدا أن يحافظ الدولار الأمريكي على بعض المكاسب ويحاول يضغط بالاتجاه الصاعد في الفترة القادمة، وذلك قد يؤثر على الذهب بالاتجاه الهابط على المدى المتوسط إلى الطويل. نعم ونشكرك سيد رائد الخضروان، أنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.